السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد في قناة حلويات أم عبد المغيث. دائما في الفقرة ديال رمضانيات غدا نفر مع فريفرة مرت فرفور، غنقدموا لكم وصفات مفرفرة. اليوم غادي نقدم لك الورقة ديال البسطيلة اللي غادي توجديها في وقت وجيز بدون تعب بدون مقلة. يمكن لك أنك تستعمليها الحاجة اللي حلوة ومالحة، ويمكن لك أنك كذلك تخليها في المجمد لمدة طويلة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج 400 غرام ديال الدقيق الأبيض أو دقيق فورس، شوية ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال السنيدة، ومعلقة كبيرة ديال الزبدة. بالنسبة للزبدة تكون ديال البواطة. وغادي نحتاج كذلك 200 غرام ديال النشا للطريق، و200 ملي ديال الماء باش غادي نجمع هاد العجينة عندي. غادي ندير اناء اكبر باش نقدر اني نتحكم في العجينة. بالنسبة للزبدة كتكون بدرجة حرارة المطبخ. نضيف الماء ونبدأ نجمع بهذه الطريقة. غير هي ما تكتريش الماء لان العجينة غادي ترخف من بعد. حنا غرضنا ان العجينة تبقى شادة في راسها او لا تبقى قابطة في راسها، وغتشوفوا القوام ديالها. وانا كيف ما كتشوفي معايا، من بعد ما حصلت على هاد العجينة ما غاديش نخليها ترتاح بالمرة، انما غادي غير نديها ونجيبها واحد شوية صافي، وغادي نبدا نخدم بها مباشرة غير باش تنسجم او لا يندمج هذاك الدقيق يتسلق وما تبداش تقطع ملي نبدا نخدم فيها. فوالا كيف كتشوفوا معايا، من بعد غادي ناخذ هاد العجينة اللي غادي نقطعها، او بالاحرى غادي نديرها حربول كيف كتشوفوا. من بعد غادي ناخذ المقص باش غادي نبدا نقطع هاد الكميه ديال العجين. فوالا كيف كتشوفوا، خصهم يكونوا كاملين في قياس واحد باش ملي نبدا نخدم ما تجينيش وحده رقيقه وحده غليظه، وكتخرج كميه كثيره ملي غادي تجربوها غتولي معتمدة عندكم. هنا كيف ما كتشوفي معايا، غادي ناخد هاد العيبات وغادي نبدا نوضعهم كريات بهذا الشكل، يعني كيجيو كسالين علي. خليناها جينا عاد بدينا كنحيدو هذوك الكريات. فوالا كيف كتشوفوا، كيجيو كاملين في قياس واحد، وحاولوا انكم توركوا عليهم باش ما تقطعش لكم العجينة في الخدمة او لا ما تقطعش لكم الورقة في الخدمة. وتعطيونا قياس واحد بديك الطريقة اللي درنا ديال المقص.
مباشره غنبداو نخدمو بهم بدون ما يرتاحوا. غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نوضع فيه كميه وفيره ديال النشا، وبالنسبه للنشا من الاحسن انكم تاخذوه من عند الناس اللي كيبيعوه بالعبار، اللي كيبيعوا هادشي ديال الحلوه راه كيكون متوفر عندهم، في نفس الوقت كيطلع لك رخيص، وفي نفس الوقت كتكون الخنشه مازال باقا جديده، لان ملي كتكون مازال باقا بحال هكا في الاعياد ولا المناسبات كتكون كيكون اقبال اكثر. غادي ندور كويرات بهذا الشكل، فوالا كيف كتشوفوا معايا، وغادي نبدا نوضع في نفس الاناء. المهم هي انا كتعمريهم بالنشا من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى. ممكن هاد الكويرات انكم تخليوهم، ممكن هاد الكويرات تخليوهم مده ديال 3 ايام في الثلاجه لتحت بهاد الشكل، يعني في حاله لعيتي او لا تعبتي ولا ما قديتيش انك تكملي، ولكن هي من الافضل البنات نشجعكم انكم تحيدوا عليكم الروينه وتكملوهم بسرعه من الاحسن والافضل. وغادي نعطيكم الطريقه باش تحتفظوا بهاد العجينه في المجمد. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا كنرش نشا، كنوضع هاد الكره، نوضع من فوقها كره اخرى، اكيد من بعد ما خليتهم تنشا واحد المده تطرخات شويه العجينه وفي نفس الوقت تشربات هاد النشا. يمكن لك انك ديري حتى 6 الكرات و8 الكرات وحده فوق وحده وتخدميهم بهذا الشكل. هادشي علاش قلت لكم وحده في 8 او لا وحده في 6، دقه وحده كتعطينا الورقه ديال البسطيله او لا الورقه ديال المملحات، وحتى بالنسبه للحلو بسهوله. غير هي خليهم يشربوا النشا. من بعد غادي نحل هاد الورقه على الورقه الاخرى، وغادي نحط جانبا فوالا، وكتعاودي تلقيهم مره اخرى، ترشي عاوتاني النشا، نوضع نقلب هاد المره على الجهه الاخرى، وما تكثروش النشا هنايا البنات باش ما تجيكمش عاوتاني يابسه. كيف ما شفتوا معايا ما بين الثانيه والثالثه درت الوجه على الوجه، وفي الاولى الجهه اللي ما فيهاش النشا هي اللي وضعتها لتحت. عاودوا شوفوا باش ما تلصقش ليكم. فوالا هنا كيف ما كتشوفوا غادي نبدا نحيد من جنب هو الاول عاد الوسط، واكيد بالنسبه لهاد الورقه ضروري 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 ما تغطيها. كنوضع النشا وكنسرحها فوق واحد البابي، او لا يمكن لكم انكم ديروا كذلك واحد زيف ديال الكوزينه ولا شي حاجه اللي نقيه. اما الى بقاو لكم كرات بهذا الشكل كيف سبق وذكرت خليهم في الثلاجه البنات حتى 3 ايام، ماشي مشكله عاد تعاودوا تلقوهم. غير هي غطيهم مزيان، وكل وحده ديري لها الفيلم اليمونتير باش ما يضربهمش البرد بالمره وما يتقشبروش. ملي كنكملو كنأكد البنات حتى دوك الجناب ديال البابي يكونوا مسدودين، يعني ما تخليهاش يضربها البرد بالمره، وحتى الكويرات حدايا راني كنت مغطياهم باش ما تنشفش بالمره، لانه ان فوق كيضربها البرد بحال شكل ديال الورقه ديال البسطيله كيضربها شويه البرد كتمشي. هنا غادي ناخذ وحده غنوضعها بهذا الشكل. انا هنا كيف ما قلت لكم ما كانتش عندي كميه ديال النشا كثيره، وغادي نوريكم خدمت بها النيت دي سيجار ديال الدجاج بحشوه مالحه، نتمنى انكم تشوفوهم. غادي ناخذ عاوتاني الكميه الاخرى ونوضعها وحده فوق وحده، وغادا نجيب واحد البابي اخر غادي نوضعها فوق هكا بهذا الشكل المخالف. هذه راه تبقى لكم في المجمد حتى 3 شهور حتى 4 شهور، ما كتغيرش بالمره في الخدمه ديالها. انا هنا غادي ندير غير جوج وغادا نلوي، كتجمعها بهذا الشكل
وكديريها في المجمد اولا في الكونجيلاتور حتى وقت الاستعمال. اكيد غنخدموا بها وصفات مع بعضياتنا. ما بقى لي الا نودعكم على امل لقاء بكم في حلقات اخرى وفيديوهات اخرى، ونتمنى لكم رمضان كريم.